الآن مشاهدينا الكرام بننتقل إلى ملف مهم، والحقيقة ننتقل إلى جنيف يعني بشكل خاص وتغطية مباشرة من هناك من موقع الحدث لفعاليات آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واللي مصر بتقدم من خلالها التقرير الوطني اللي هيتم مناقشته غدا الأربعاء، وهيستعرض كل الجوانب الخاصة بهذا الملف عرض واضح وتفصيلي وشفاف كعادة وفد مصر في هذا النوع من المحافل الدولية. معانا على الهاتف من هناك موفد اكسترا نيوز الى جنيف حسين بهجت. مساء الخير يا حسين، واهلا وسهلا بيك معانا، ويعني لو تقول لنا ايه الجديد عندك في هذه الفعالية. اهلا بيك يا مروج، مساء الخير عليكم جميعا. مساء النور. الجديد في الموضوع ان بكره الوزير عمر سليمان هيلقي تقرير مصر في القاعه 20 الأمم المتحدة، وهو قبليها كمان عمل النهاردة مجموعة من المقابلات مع المجموعة الإسلامية والمجموعة العربية والمجموعة الأفريقية والمجموعة العربية ومجموعة دول العالم الامتياز، وعرض عليهم الموقف يعني. وبعد انتصاف التقرير حسين معانا؟ معاكي. اتفضل تابع. طيب خليني طيب يعني اخدك لمنطقه تانية. يمكن اجتماعات المراجعه الدوريه للمجلس الدولي لحقوق الانسان عاده ما بيثار حولها لغط وجدل واسع، ايه الاجواء عندك؟ والله الاجواء هاديه جدا، ما فيش اي حاجه. هو الموضوع عباره عن يعني حركه دبلوماسيه ونوع من انواع المناقشات، وهو تقرير تطوعي يعني مصر ما فيش اي حاجه تقدرها ان هي تقدم التقرير ده، ومع ذلك هي اللي طلبت. احنا عشان نوضح الحته دي ان هي مصر اللي طلبت عرض تقرير متوسط المده علشان تعرض انجازاتها على اجتماع هيئه المكتب الخاص بالمجلس الدولي لحقوق الانسان، ولان مصر عامله مجموعه من الانجازات وهي هتعرض تقرير عن مشروع تكافؤ الفرامنه وعن مشروع الاسكان الاجتماعي والانجازات اللي تم فيه، وده كله يقع تحت الحق في السكن والحق في حياه كريمه بخصوص مشروع تكافل وكرامه، بالاضافه الى عرض تجربه مصر في التشريعات اللي بتعملها في المرحله الاخيره الخاصه بالمراه وحمايتها والتمييز ضدها. انجازات كثيره الحقيقه التقرير ذاكرها، وهيتم عرضها صباحا غدا ان شاء الله من خلال الوزير عمر. جميل. طيب خليني بقى اروح معاك للقاء المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب. هو التقى بمجموعه افريقيه وعربيه ومجموعه عدم الانحياز وايضا مجموعه اسلاميه، ايه اللي دار في هذه اللقاءات؟ هو الحقيقه معالي الوزير عمر سليمان عمر مروان انا اسف، شرح للمجموعه تطورات ملف حقوق الانسان في مصر، وازاي الملف ده شهد تطورات على مراحل عده، وازاي مصر بتتبنى استراتيجيه التنميه وادماجها مع حقوق الانسان والحقوق الاساسيه والحق في الحياه كريمه من خلال المشروعات اللي مصر بتقدمها طول الوقت على المستوى الاقتصادي. جميل. طيب ايوه اتفضل. وعلى المستوى الاجتماعي وعلى كل المستويات الحقيقه، وزي ما ذكرت في البدايه ان لو مصر عندها مشكله حقيقيه كانت استطاعت ان هي على الاقل خالص تاجل تقديم التقرير لمارس الفصل، لكن الحقيقه مصر هي اللي طلبت ان هي تقدم تقريرها في منتصف المستوى. انت قلت ان هو تقرير طوعي، فبالتالي ده بيعكس مدى حرص مصر على ايضاح كل الامور بالنسبه للراي العام العالمي. طيب خليني اروح معاك بقى لاخر جزئيه لدينا، وهي خاصه ب يعني ابرز ما جرى في ندوه المراه اللي عملها المركز المصري لحقوق المراه، ما الذي جرى وتم تناوله فيها؟ الحقيقه هم الناس يعني أثنوا جميعا على منظومة التشريعات وعلى يعني تفكير وضع الدولة المصرية لعدد من السياسات
اللي بتسمح او بتمنع تمييز ضد المراه، وبتحاول تحكم على كل المستويات. الناس اتكلمت على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي والاقتصادي، لكن طبعا في بعض النشاطات. الاستاذه ايمان بدر مثلا النهارده كلمت عن ان على الرغم من جهود الدوله علشان التمكين الاقتصادي للمراه، لكن هي ذكرت بعض الاحصائيات، هي شايفه ان احنا محتاجين نبذل مجهود في موضوع المراه اكثر من كده. هي قالت مثلا ان عدد حقيقي الحسابات البنكيه من الرجال ضعف عدد حقيقي الحسابات من النساء، الحسابات البنكيه من النساء. وعلى الرغم مثلا هي قالت ان عدد المشروعات الاجتماعيه بيستفيد منها برضو حوالي 80% من النساء. هو الحقيقه بيتكلموا كمان على ان الموضوع مرتبط بالثقافه المجتمعيه، وده موضوع بيحتاج شويه وقت، لكن هم طول الوقت منتظرين ان الدوله تدعمهم اكثر في هذا الموضوع. الحقيقه كان في انتقاد لبعض اداء يعني هم شايفين ان اعضاء البرلمان ما قدموش المستوى المطلوب منهم، ويمكن ده هم برضو يعني ارجعوا الفكره دي لان الظروف السياسيه والاجتماعيه المحيطه، وانت عارفه طبعا والناس عارفه ان احنا في نوع من اعاده الوعي الثقافي والفكري في المجتمع، فده بيبقى امر طبيعي يعني في الاحوال دي. مفهوم. أنا بشكرك جزيلا على هذه المتابعة حسين بهجة موفد أكسترا نيوز لمقر انعقاد آلية الاستعراض الدولي الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.